دخل الاتفاق التركي الروسي لوقف إطلاق النار في إدلب حيز التنفيذ، الأمر الذي أتاح لعدد من العائلات المتبقية في المدينة إلى مغادرتها خشية من انهيار الاتفاق. وعلى الرغم من الهدنة المعلنة، إلا أن المدينة تعرضت لقصف مدفعي من قوات النظام يضاف إلى عشرات الخروقات في يوم الهدنة الأول. يستكمل أبو بشير نزوحه، فوقف إطلاق النار المتفق عليه بين الجانبين التركي والروسي يعطي أبو بشير فرصة جديدة للنجاة بممتلكاته. قرر النزوح عن معرة النعمان قبل مدة أثناء هجمات قوات النظام عليها. استغلت الظرف هذا الفترة هاي اني طالع اغراضي فيها، لانه كنا قاطعين يعني فاقدين الامل من انه نطالع اغراضنا يعني. واجيت الحمد لله رب العالمين، سمعت هيك وانا على الطريق وانا جاي سمعت قذائف، فضليت ماشي طالعت اغراضي وهلا اغراضي مكان ما مكان اقامتي. فالهدنة ليست كاملة وتامة، بل شهدت خروقات واضحة ميدانيا. توقف القصف الجوي، لكن الاستهداف المدفعي من قبل قوات النظام يستمر وإن كان بشكل متقطع. تم بالأمس إعلان هدنة عن وقف إطلاق النار. طبعا منذ الصباح الباكر عشرات القذائف المدفعية التي استهدفت مدينة معرة النعمان وأطراف مدينة معرة النعمان من المعسكرات قوات النظام المتمركزة في الريف الجنوبي الإدلب، ريف خان شيخون وخان شيخون. طبعا إلى الآن 7 قذائف استهدفت مدينة معرة النعمان الطرف الجنوبي. تكاد ملامح الحياة تغيب عن معرة النعمان التي تعتبر واحدة من أكبر مدن الشمال السوري، وكان يعيش فيها قرابة 100,000 شخص. فأهالي المدينة نزحوا بسبب القصف، واستغل بعضهم الهدنة وعاد لينقذ ما يمكن إنقاذه. هدنة هشة كما تبدو في ساعاتها الأولى، عشرات الخروقات لوقف إطلاق النار، ولا ثقة لدى الأهالي كما يقولون، فالنظام الأسد لم يعتدي الالتزام بالاتفاقيات. خالد إدلبي، العربي، من مدينة معرة النعمان جنوب إدلب. ومن إدلب يبقى معنا مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، كيف هو الوضع الميداني وكيف يجري وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب؟ نعم ماجد، سجل اليوم أكثر من 70 خرق لوقف إطلاق النار قوات النظام هذا اليوم، ومع غياب لقصف الطائرات الحربية والمروحية قوات النظام استهدفت مدينة معرة النعمان وبلدات معرشورين وتلمنس والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين، أيضا معرشمشة وحيش وركايا سجنة في ريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ الهدنة. لم تصمد طويلا حتى قامت قوات النظام بخرق هذه الهدنة. بعد 4 دقائق تحديدا من موعد سريان هذه الهدنة، قوات النظام بدأت باستهداف بلدة تلمنس بهذه القذائف، طائرات الاستطلاع التابعة للنظام والقوات الروسية تحلق في سماء مدينة معرة النعمان وريف معرة النعمان الشرقي وريف معرة النعمان الجنوبي. تقوم هذه الطائرات بنقل أي تحركات على الأرض لقوات النظام التي تقوم بدورها باستهداف أي تحرك ضمن هذه القرى. اليوم أثناء إعدادنا لهذا التقرير وبعد مغادرتنا للموقع بعدة دقائق قامت مدفعية النظام باستهداف هذه المنطقة. طبعا غادرنا المنطقة بعد تلقي تحذيرات من قبل مرصد الطائرات بأن طائرات الاستطلاع قامت برصد تحركات داخل هذه المدينة. بعض العوائر عادت اليوم وهم عدد ضئيل جدا لنقل بعض الأمتعة باتجاه أماكن نزوحهم الجديدة على الحدود السورية التركية. طبعا نسبة عودة الأهالي إلى المنطقة، لا يوجد أي عائلة عادت إلى منطقة ريف إدلب الجنوبي. هل هذه المنطقة وكما يقولون أنهم اعتادوا على خرق قوات النظام لهذه الهدن ووقف إطلاق النار ولا يجرؤون على العودة إلا في حال تم تأكيد إيقاف وقف إطلاق النار على الأرض وليس عبر اتفاقيات ما بين روسيا وتركيا؟ شكرا لك مراسلنا خالد الأدلبي، كنت معنا من إدلب.